مابوشي، بس كانوا ارض ديار صغيره والاوض جوا صغار شوي، يعني بده حوصه وشويه شغل. شو حوصه وشويه شغل اوساط؟ عدم المؤاخذه، انت عايش وحدك، يعني ما عندك حرمه توزع لك راشات وتيجي تقول لك هي ما عجبتني وهي الاوضه صغيره وهي ما عاد احبها. ابو شاطور البيت لقطه الله وكيله، وقال لك بتقول كان هو. لك وليش هيك نازعين عدسه ارض الديار؟ حدا بيحفر بنص ارض الديار هيك؟ هو؟ تذكرت يا ابو شاطور، يا ابو شاطور هذا بزمانه كانوا زارعين شجره هون بارض الجار. شو شجره؟ امسي الشجره كبرت يا ابو شاطور وعبت كل ارض الجار. امو شو عملوا؟ قلعوا الشجره من شرسها. سيدي، وقديش طالب فيها صاحب البيت؟ حسب، بس من اولها ولا بالاخره؟ من اولها هي 400 ورقه، من اخرها 300. اوف، 300 ورقة؟ ايش جاي اشتري قصر يلدي؟ يا ابو شاطور يا حبيبي، انت صار لك غايب على الحارة سنتين ثلاثة وما عاد في شيء مثل اول، كله غلي. لكن يا ابو شاطور اسمع اخي، رح اقول لك من الاخير، 250 ورقة، وعلي ما علي ما بدفع فوق النقلة وحدة. 250 ورقة؟ 250 ورقة ابو شاطور؟ اخي مبروك عليك، علي الحلال ما بضيع فيك يا ابو شاطور. امشي خلينا نشوف صاحب البيت ونكتب حجة البيع عند الكاتب بالعدل. ليش وينه صاحب البيت؟ صاحب البيت عند صاير بي كفر سوسي. انت بصادق جاهزة؟ جاهزة لك مو جاهزة، ما قلت لي مين صاحب البيت وليش دارك البيت وقاعد بكفر سوسي؟ يا سيدي هذا البيت لواحد اسمه ابو درا. ابو درا؟ والله اسمه مارق علي. لك ايه ليكون هذا اللي كان بزماناته شغيل عند ابو النار. يا عيني عليك، هذا هو بساته. اخي استبينا اخي، ليش لا؟ لكن يلا خلينا نقرا الفاتحه. بسم الله. نقرا الفاتحه مع الزلمه؟ انت شو دخلك تضرب بنيعك؟ اي والله صحيح، انا شو دخلني؟ كعيني على حكياتك يا ابو شاطور، شو زرافه حلوين. وينك يا زلمه من زمان؟ وينك يا فلي؟ امشي ابو شاطور، امشي يا يلا شباب لا تاخروه. اهلين بالعقيد ابو ساطور. والله ميت اهلين ابو دراع، بعد زمان يا بي، بعد زمان. ابو ساطور شاف البيت، شافه وعجبه ونحن اتفقنا. ايوه، يعني ابو ساطور بده يشتري البيت. يا كان ابو ساطور. ايوه، ايه على عيني العقيد. والله عاوزك شوي نمس. خير بعد اذنك عقيد. خذ راحتك. اهليني ابو ساطور. شوفي شو صار بالموضوع اللي بيناتنا. الموضوع كل شيء تمام. اطمع، طلعت الجثة من البيت ودفنتها؟ أنو جثة؟ جثة؟ طلعتها. وحياتك عندي، إن شاء الله تموت وسام بكسي. وين دفنتها نمس؟ دفنتها مطرح بعيد، الناموس الأزرق ما بيعرف يوصل له. الله يجيبك يا طولة البال. لك أخي على شو عم تتوشوش وانتي وياه؟ ما في شيء عقيد، عدم المؤاخذة، عم نحكي أنا وأبو دراع بالشعر. أخي سبق وقلت كلمة، 250 ورا ورش واحد أنا ما بدفع، وإذا موافق هاي المصاري جاهزة. والله يا كليل عقيد، سلام عليكم. وين رايح أبو شاطور؟ شبنا صلي على النبي، زيد النبي صلاة. شو يا زلمة، هذا بيع وشراء، يعني أخذوا عطا وقلي لألك عند طولة بال. لكن يا أبو شاطور أنا ما بحب الأخذ العطا بنو. علي ما علي، تعطيهون لشوف قدامي. أبو دراع شبنا، يا بدك تأخذون فشو بدك تأخذون؟ سيك عدون إذا بتحب تعدون. أخش على اللي بعد من بعدها. شو ما في سقة بين الأبضايات؟ أنت ما بنعد من بعدك أبضاي. بارك له أبو دراع. إن شاء الله يترزق عقيد. الله يبارك فيك أبو دراع. يكا خلنا نروح عند الكاتب بالعدل نكتب حجة البيع. إيش وعلي؟ تيسروا يا بي تيسروا، يلا تكيوا بالحقكم. تشلف أبو ساطور. قول الله. أبي ياسر. جيت معلم. شرف يا بي شرف. اسمعني معلم. اسمعني يا قضاي، بتسكر طاحون من جوا، ما بتفتح لأي من كان لحتى اصرح لك صوت. ماشي معلم. يلا تيسر.